رومورا بزاف على انه يكون غير اوتوبيوغرافي، لان هذا سيتون اثنوغرافي، راه هذا ماشي هضر لنا غير واحد مش بقى غادي بينا غير على الطفل وكيهضر لينا، لا راه هضر لنا على لا سوبرستيسيون، هضر لنا على لا سورسيلغي، هضر لنا على لي بونسي ماروكان، هضر لنا على الناس ملي كيتجلاو ليهم ولادهم شنو كيديروا، وملي كيلقاوهم شنو كيديروا، الناس ملي كيطرا لهم مشاكل مع عيالاتهم ولا فين تيمشيو، الناس ملي كيطرا لهم مشكل اقتصادي في المغرب طاحوا لي طاح الى بيردو سون كابيتال دون لو سوق ديال حايك بلوس الى اشتي دي بيجو دو مالور ce qui lui a fait perdre son capital d'argent. شنو هاد السيد هذا شنو غايدير اقتصاديا؟ كيفاش غيفكر؟ غيمشي لواحد لاكتيفيتي اخرى اون طون كو موسونور في لي زونفيرون دو فاس، غيمشي يخدم في الفلاحه في النواحي ديال مكناس بلوتو دو زونفيرون دو مكناس. يعني كيهضرنا على فهما دوك الناس اللي قراو هاد لو رومون ديال لابوتا ميرفي مشاو هما بعيد، قال لك شوف اسيدي هذا راه اكثر من اوتوبيوغرافي، هذا راه سيتون اثنوغرافي، هذه راه ليتود دي بوبل تراديسيون اي كولتور. وحاجه اخرى قلنا احمد الصفراوي ديما هو في لي رومون ديالو كتحس كاين ان واحد الميلتينغ بوت، الميلتينغ بوت كولتوريل، الميلتينغ بوت كولتوريل هو كتبها لكم هنا ميلتينغ، هذه راه كلمه بلونجلي لان كاين بزاف ديال الكلمات اللي كيدخلوا على بحال اللي كنسميهم حنا في الدرس ديال اللغه العربيه الكلمات الداخله اللي هي كتدخل باللغه ديالها الام وكتبقى ما كنبدلوهاش كنخليوها. ميلتينغ بوت هو يعني واحد المزيج ديال الحضارات، المزيج ديال الافكار، ميلتينغ بوت كولتوريل يعني مزيج ديال الثقافات. يعني احمد الصروج كيكتب ان غومو تيدير لك واحد المزيج ديال الثقافه، ها هو كيمشي للمسيد وكيشوف القران وكيشوف وكيقرا القران وكيمشي للدار وكيشوف واحد العالم واحد اخر، وكيمشي مع باباه لو مارشي وكيشوف واحد الطريقه اخرى في لي نيغوسياسيون وكيشوف واحد وكيمشي يجلس مع عبد الله لي بيسي وكيعاود ليه لي زيستوار وكيعاود ليه لي غومون وكيمشي بيه لواحد العالم واحد اخر، فهمتوني؟ يعني كيدينا من هنا ومن هنا، يعني فاش كتكون تتقرا بحال انت وسط واحد البحر ديال الثقافه، ولا كل موجه كتضرب من هنا، مره كيجي لك الموجه ديال ماما اللي كدير داك الشيء ديال لا سوبرستيسيون وكذا، ومره كيضربك بمزيج ديال العيالات اللي كيدابزوا في الحمام، يعني كيهضر لك على كل شيء. الناس كيفاش كتفكر فين يمكن هاد الدابز، علاش يمكن الدابز، وكيفاش غيكون الحل، وكيفاش كيتصالحوا، وامتى كيتلاقاو، والصحابات اللي كانوا في المغرب كيفاش كانوا دايرين الغولاسيون بيناتهم و و و و و دونك. والخاصية الثانية قلنا في الاوتوبيوغرافي ان لوتور لو جو ايغال لوتور ايغال لو ناراتور ايغال لو بيرسوناج برينسيبال، ياك؟ هنا شنو كنفهموا الاوتوبيوغرافي؟ ان الاوتوبيوغرافي شنو تكيطرا فيها؟ ان لوتور ولو ناراتور ولو بيرسوناج برينسيبال اي لو جو مارك اون سانتيز دو سون اكسبيريونس، يعني كيعطينا واحد لا سانتيز ديال الاكسبيريونس ديالو هو حياته. حد احمد الصفري وعطانا الاكسبيريونس ديالو مع المرض ومع المسيد ومع لا سوبرستيسيون ومع المشكل اللي طرالي في عائلته، هو وبابا وامه، واحد لقيتها غيمشي بابا، يعني كيفاش هذاك الطفل ديال 6 سنين كيفاش عاش هادشي. قلنا يعني لوتوبيوغرافي لا فورم ديالها سي ان ريسي اون بروز، لو تيم يعني شنو هو المحور اللي كتهضر عليه، لوتور بارل دو لوي ميم اي دو سا في. وقلنا عاوتاني لوتور il y a une fusion entre l'auteur narrateur personnage، l'auteur celui qui écrit le livre، le narrateur celui qui raconte l'histoire، et le personnage principal le protagoniste يعني l'acteur dans l'histoire، يعني auteur égale le narrateur égale le personnage principal. انا شخصيا تنبغي نزيد ليها لو جو باش نكونوا فاهمين، يعني تعرفتي وهضروا على لوتور ناراتور بيرسونيل، كنبغي نزيد لكم داك لو جو غير بور بريسيزي لي شوز، يعني فين ما نسمع لو جو. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، ان لوتوبيوغرافي من الخصائص ديالها انك فاش كتهضر على لو جو كتعتبرو اون طون كو بيرسوناج برينسيبال الموضوع اللي غادي نهضروا فيه دابا. دابا غنهضروا على لي بيرسوناج برينسيبو دو لوفر. كاين لو جو، لو جو شكون هو؟ سي لوتور ناراتور بيرسوناج، الي لو فيس دو لالا زوبيده اي دو سيدي عبد السلام. Il s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Il se sent seul, bien qu'il aille au Msid. Il a un penchant pour le rêve. C'est un Fessi d'origine montagnard qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. قال لك لوتور بيرسوناج برينسيبال هو ولد لالا زبيده ولد سيدي عبد السلام، سميتو سيدي محمد، عنده 6 سنين، كيحس براسو بوحدو واخا هو كيمشي للمسيد وعندو لي كوليك ديالو، عنده واحد لو بونشون يعني واحد الميل للحلم ماشي الحلم بليتو الخيال يعني كيمشي بعقلو، هو واحد الفاسي من اوريجين مونتانيغ يعني فاس من الناس ديال الجبل، كيام
بوكو سا بواطا ميغفي كيحماق على لابواط ديالو اللي فيها دي زوبجي اللي كيعتبرهم هو بواطا ميغفي اللي فيها دي زوبجي ميلي بزاف ديال لي زوبجي شي اون شين دو كويفغ لي بو كابيشون ديال ستيلوات بينيز اي حاجه كوفيركل ديال شي بوتاي ولا شي حاجه واحد التويجي هضر عليه عطات عليه جو بونس لله رحمه ولا لله فاطمه وحده من صحابات